صح. مطار صنعاء الدولي منذ بداية العدوان حتى الآن تعرض لأكثر من 160 غارة نجم عنها أضرار مباشرة وأضرار غير مباشرة. الأضرار المباشرة على مطار صنعاء الدولي تقريبا 70 مليون دولار على مشروع مطار صنعاء القديم، والمشروع الجديد تقريبا 20 مليون دولار، بالإضافة إلى تدمير 4 طائرات مدنية كانت موجودة دمرت في المرسى. هناك أكثر من 16 منظمة دولية تطالب فتح المطار، ولكن إصرار دول العدوان على تحدي المجتمع الدولي واستهداف المطار بشكل شبه يومي. آخر استهداف للمطار كان يوم أمس، استهدف المطار مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد باستهداف مباشر بأربعة صواريخ و11 غارة على المطار. أربعة صواريخ من هذه الغارات استهدفت مشروع مطار صنعاء الجديد. Thank you.